تحت عنوان متحدون من أجل الإبداع والسلام. انطلقت فعاليات ملتقى النحت على الحجر في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، حيث يشارك فيه نخبة من النحاتين من مختلف المحافظات السورية، ويستمر الملتقى حتى 28 من نيسان الجاري. عنوان الملتقى هو من أجل الإبداع والسلام، هو الدمج للتحرير حلب، انتصار حلب، يلي هو حاليا إن شاء الله عم بالسلام بحلب، ورح يعم السلام بسوريا. طبعا الإبداع هو إبداع الفنانين، طبعا تم اختيار مجموعة من الفنانين يلي نحن عنا ثقة فيهم أني رح يقدموا أعمال تليق بهذا الملتقى وشاملة عن المدينة الصناعية وعن الانتصارات اللي حققها الجيش العربي السوري. هذا الملتقى هو الأول من نوعه في حلب، ومن المتوقع أن يكون انطلاقة جديدة لنشر مساحات الفن والإبداع وإعادة الرونق الجميل بعد معاناة من الخراب والتدمير الذي طال المدينة خلال سنوات الحرب الماضية. مشاركة جميلة، مجموعة من الفنانين المختارين بعناية إن شاء الله رح ينتجولنا أحلى الأعمال، كلهم لهم مشاركات عديدة على مستوى القطر وخارج القطر كمان. هذا الملتقى له إيجابيات كتيرة، لأنه نحن أول شيء هي حالة التجمع دائما بتبدع وبتعطي شيء منتج جديد، في المشاركات والتعاون بين الزملاء بيعطيك آفاق جديدة للعمل. كفكرة أنا عم بشتغل، الفكرة هي الأم السورية، الأم الولادة للأبطال، الأم المنتجة، الأم الأرض، يعني اللي هي راح تكون كتلي أنا عندي هي محاطة بالطيف أطياف العربي السوري. يعني بقول لك أنه عبارة عن العمل هو تجريدي تعبيري، العمل عبارة عن امرأة في يعني في انتفاضة من الرماد، يعني طالع من الرماد، هو عبارة عن الانتصار. طبعا امرأة إلى جوانح بحركة عنفوانية طالعة من الأرض، تعبير عن الشهداء، تعبير عن الشعب السوري. لي شرف المشاركة من خلال العمل الفني بعنوان النهوض، حاولت أعبر فيه من خلال تكوين تخلل بورتريلا امرأة بشكل تعبيري رمزي أقرب إلى الرمزية، بما يعبر عن حالة النهوض للحالة العمرانية لإعادة الإعمار للمدينة الصناعية في هذه المنطقة. في ختام الملتقى أنجز الفنانون المشاركون أعمالا مكتملة تستلهم روح مدينة حلب وخصوصيتها التي يتجلى فيها عنصر الأصالة والمعاصرة، مستلهمين العديد من معاني النصر الذي حققه الجيش العربي السوري على الإرهاب.